بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ركز، أسمع، حس الكلام، هيصلك المعنى إن شاء الله. مبارك عليكم شهر رمضان الكريم، إن شاء الله يا رب أكون أنا وإنتو ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. وما تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، لأنه زي ما بنقول دايما محتوياتنا ما فيها إلا الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا قال في القرآن الكريم إنما نطعمكم لوجه الله. في ناس كثير يا أخواننا بتعمل عمل خير كثير جدا جدا، لكن للأسف ممكن تيجي يوم القيامة ما تلاقي عندها أي شيء، بسبب واحد، إنه عمل الخير ده ما كان لربنا. تقول ليك الزول ده لو ما مشينا لا هتشيل حسنا، ويا زول الزول ده لو وصلناه بيزعل مننا. صحيح انت عملت عمل خير، لكن ما تجد به الاجر من ربنا.